سنعرف إن شاء الله أن هذه الآية نزلت بعد أن فتر الوحي بعد نزوله في البداية، أي أن أياما مرت بعد نزول الغيث الأول من الوحي فانقطع الوحي عن النبي حتى ظن النبي أن الله قد قلاه، أي قد جفاه، أي قد أبغضه، وكأن النبي أحس أنه فعل شيئا منكرا اطلع الله عليه فكرهه به، وبذلك عاقبه الله تعالى بقطع الوحي عليه، فكان يذهب إلى قمة الجبل ويريد أن يلقي نفسه من شاهق فلم يتحمل افتراق الوحي عنه، لم يتحمل فراق جبريل ضيف الرحمن الذي يحل ضيفا على أمين الوحي في الأرض رسول الله. نفسك أنت لا تملكها. كذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا.